صباح الخير يا أشرف. صباح العسل. معلش أصل لسه مصطلحتش. تيجي نصطلح سوا؟ بكلمك. معلش ما سمعتش. سمعتش؟ الله يرحمه. زيزو 11 و12 فين؟ يلا بقى ننجز. يا لول. ها. فاكرة لما بابا قفشنا في المطبخ هنا وراح قال لجدك حبسك شاطر. يا رحاب. الله يرحمه ابوك كان شبهك بالظبط، محترم قوي الله يرحمه. بس كتايم عسل. بقول لك ايه؟ بلاش لول دي تاني. يما. يعني هو مبدئيا البرزنتيشن مش بطل. بس حط لي كده عودين كرفس في بق السمكه مثلا. اشرف عايزه بقيت فلوسي. فلوسي يعني؟ انت ما تجيش عندي فلوس، انت غايبه اكتر من اسبوع شهرين. هي بقت كده يعني. طب والله ما هتشوف وشي هنا تاني، ايه رايك؟ براحتك. بتعمل ايه هنا؟ انت بتعمل ايه هنا؟ لا دي قصه طويله بقى، خليني اسلم على الراجل واجيب حاجته ونرغي. بيقول لي الواطيه خدت الواد وجابته هنا من ورايا، بتقول لي انا عايزه اتعلمه في مصر، بتقول لي كفايه بحر وزفاره بقى، حاجه اخر قله اصل. فطبعا عشان اشوفه لازم اجي هنا كل شويه. وانت برضه جايه تشوفي حد؟ تقصد ايه؟ تحوريش عليا يا هاله. وزحلقك ولا ايه؟ ما تتلمي يا اشرف، في ايه؟ يا ستي انا ملمونه بطمن عليكي بس. لا تطمن يا حبيبي. انا كويسه، خليك في حالك. يا ستي انا في حالي. من ساعه الموضوع بتاع حسن وسيف بصراحه انا مش عايز وجع دماغ. انا بس شايف ان احنا عشره قديمه وعيب ان العلاقه ما بيننا ما تبقاش تمام. وانا بتكلم غلط. نايتو انا اطمنت عليك يا عم. خليك 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 قاعد، انا كده كده همشي دلوقتي. انت راجعه امتى؟ الصبح، ما لقيتش حجز غير الصبح. دلوقتي عند نسمه. نسمه مش في مصر. امال دلوقتي فين؟ مش عارفه. ما مش مشكلة، هريح شوية واروح اشوف اي حاجة، اي بنسيون، اي حتى هتصرف يعني، مش مشكلة. بنسيون ايه يا هالة؟ ايه الحوار الفاكس ده؟ لا طبعا. تعالي عندي واحد صاحبي هنا عنده شقة مفيش على بعد دقيقتين. تعالي باتي فيها. ما تقلقيش يا هالة، صاحبي مسافر وسايب لي المفتاح. وانا كنت هبات هناك، باتي انت وانا هتصرف. يلا يلا. كابتن. شكرا. يلا هلا يلا بنسيون ايه يلا. اتفضل اتفضل. على الله بس تبقى الكهرباء شغاله، انه بيقول لي بقى له فتره ما دفعش. يا هادي يا رب. طيب الحمد لله. اتفضل اتفضل الصالون جوه. اقعدي ما تقلقيش، احنا لوحدنا اصلا مفيش حد. طيب انا هريح شويه لحد ما يجي ميعاد الاوتوبيس. ماشي، نجيب لك غطا من جوه. شكرا.
جننتي يا اشرف؟ ايه في ايه؟ لا هاله، انت اللي اتجننتي ومصعباها علينا وبتستعبطي وعامله نفسك مش واخده بالك. هو في ايه بالظبط؟ بتتعاملي معايا طول عمرك من مناخيرك، يعني على ايه يعني؟ شايفه نفسك قوي. انت ناسي ان انت كنت شغال عندي حته مشرفه صاله ومشغلك شفقه كمان؟ قومي وانت بتكلميني. سيبني يا اشرف، والله العظيم نقول لسيف. سيف؟ سيف مين ده يا اختي اللي بتهدديني بيه؟ سيف ده انا اشتريه وعيلته، ده لو فاضل لهم اي حاجه بعد ما يفلسوا. فلسوا؟ يعني ايه فلسوا؟ انا مش عارفه حاجه. ازاي انت احلام يا اختي؟ واخده كارد بضمان السنتر ما بتدفعش بقى فوق السنه، وهيتحجز عليه وهيترموا في الشارع زي الكلاب. هتيجي تشحطوا مني وظيفه اذا كان انت ولا هو ولا اخواته. انت كداب، انت كداب، ابعد. احنا فيها اهو، اقعدي اتفضلي. لقيت الورقه دي وانا بدعبس وراهم عشان المشروع بتاع المينا. اتفضلي. ها كداب؟ هترجع يا هالة، هترجع هتبوس رجلي. ايه ده؟ انت رجعتي؟ رجعتي امتى؟ الصبح. طب ما كلمتنيش ليه؟ مش قلتي هتقعدي مع عزيز لحد الويكند؟ انا راجع تاني دهب النهاردة، بس المرة دي حاط شوية. شوية قد ايه؟ وايه شنطة الألباب دي كلها؟ انت محتاج تتكلم مع أحلام يا سيف. هو ماما علاقتها ايه بالموضوع ده؟ ما تفهميني، انا مش فاهم حاجة. أحلام واخدة قرض بضمان السنتر ومديونة، والبنك هيحجز عليه. هو انتي بتقولي ايه؟ مش فاهم. كلمها هي وهتحكي لك كل حاجة. أنا لازم أمشي. هتمشي تروحي فين؟ استني بس فهميني. هلا انا ممكن اروح عند بابا اعمل كل حاجه، هاندل انا كل حاجه، بس ما تمشيش. مش هينفع يا سيف. طب انا فاكر ان احنا كنا كويسين. انا عارف ان انا ممكن اكون ضايقتك وهتقيته، بس مش ده الموضوع. فاهميني في ايه؟ انا لو قعدت هنا اكتر من كده هموت.